بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرب إعلامية على إيران في ظل فشل الكيان في غزة ولبنان. منذ اندلاع الأزمة الحالية في المنطقة فيما يتعلق بطوفان الأقصى وما بعدها، ركزت وسائل إعلامية عربية، هي طبعا كانت تقوم بنفس المهمة في السابق لكن لا دخلت الآن في مرحلة أخرى من التصعيد في موقفها ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وركزت على تبني وجهة نظر الكيان الصهيوني في كل ما يبثه ويقوم به، سواء في الجرائم التي ارتكبت بعد عملية طوفان الأقصى وما يتعلق أيضا بمحور المقاومة، وتحديدا بكل ما يقوم به المحور في لبنان وفي اليمن والعراق، وطبعا من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى أن وسائل الإعلام العبرية أخذت تتحدث علانية عن وجود تفاهمات وتعاون بينها وبين بعض وسائل الإعلام، وتحديدا بعض القنوات الفضائية التي تنطق بالعربية والتي تمول من قبل دولة عربية محددة. نعم، هنالك أيضا قنوات عربية فضائية عربية أخرى تمول من دول أخرى تتبنى في الظاهر وجهة نظر المقاومة في فلسطين، لكنها في نفس الوقت تميز بين ما تقوم به المقاومة اللبنانية والجمهورية الإسلامية عموما وأنصار الله في اليمن وما تقوم به المقاومة في فلسطين. فيما يبدو أن الأمر لأسباب طائفية، لكن لا، القضية هي أكبر وأعمق من الموضوع الطائفي، لأن كل يعمل وفق ما يريده هذا الكيان الصهيوني والآلة الإعلامية التي تمول من قبل دول عربية محددة، بعضها مطبع مع الكيان الصهيوني وبعضها لا، هو لديه علاقات طبيعية جدا مع هذا الكيان الصهيوني، بل تعاون أمني وتعاون سياسي، بل وحتى تعاون عسكري من خلال واستخباري أيضا، من خلال تقديم معلومات ومن خلال أيضا تقديم دعم لوجستي لما يقوم به الكيان الصهيوني في عملياته التي تطال محور المقاومة. هذا الأمر وصل إلى الذروة مؤخرا في تبني بعض هذه القنوات، ليس فقط الرواية الصهيونية، بل تبني رواية تفوق حقارة ونذالة الكيان الصهيوني بعد استشهاد قائد المقاومة في غزة تحديدا في العملية المعروفة التي كلكم شاهدتموها، والتي أيضا أفلتت وأفلتت من يد الكيان الصهيوني وظهرت بالطريقة التي ستشكل صداعا طويلا لهذا الكيان ولوسائل الإعلام مع كل الأسف العربية ومن دول عربية. ووصفت هذا البطل وهذا الشجاع وهذا الرجل وعموم من ناضل ضد الكيان الصهيوني وناضل من أجل حقوقه المشروعة التي يقرها القانون الدولي، كانت تصفهم بالإرهابيين بطريقة فجة، ما دفع في العراق على سبيل المثال إلى الاحتجاج بشكل علني وواضح، وأيضا الجزائر أيضا قامت بالاحتجاج بشكل علني وواضح، وتم إيقاف رخصة عمل مثل هذه القنوات الفضائية. لا، هذا الموضوع مو هو هذا الذي أنا أريد أن أركز عليه، أنا أركز على هذه الحرب الإعلامية الدعائية. نعم، هذه واحدة من المفردات الرئيسة التي يجب أن ننتبه إليها طوال الأيام القادمة تحديدا، لأنه نحن نعيش في مرحلة خطيرة جدا جدا جدا، خصوصا المرحلة المقبلة، خصوصا بعدما أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني اللقيط عن خارطتين الآن بدأوا يسربون معلومات في دول أوروبية وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، أن كل هذه الدول تدعم هاتين الخارطتين،
تدعم ما يراد له في المستقبل تحت واجهة الشرق الأوسط الجديد، لكن بقيادة الكيان الصهيوني. يعني هذا العصر هو العصر الذي يريدونه، عصر الكيان الصهيوني. وكما تعلمون في الخارطتين، خاصة ما يتعلق الأمر بخارطة ما سماها أو ما أطلق عليها هذا اللاتين بمحور اللعنة، ومحور اللعنة إشارة واضحة جدا إلى أن اللعنة التي يجب أن تحل على هذا الكيان الصهيوني هي لعنة الثمانين. لعنة الثمانين التي يتحدث عنها حاخامات يهود، ويتحدث عنها مسؤولون حتى في هذا الكيان الصهيوني من الذين يؤمنون بوجود هذا الكيان. وكان الأمر يزداد الحديث عنه قبل طوفان الأقصى، وقد تزايد بعد طوفان الأقصى عندما وجدوا أن هؤلاء اليهود الذين قدموا من دول مختلفة من العالم، أكثر من 100 دولة، أكثر من 100 عرق، أكثر من 100 قومية جاءوا وشكلوا هذا الكيان الصهيوني. هذه الدول الآن كلها يعني يتحدثون علنا على أنه لا يوجد أمان مطلوب لهؤلاء اليهود المهاجرين تحديدا في هذا الكيان الصهيوني، وطبعا في فلسطين المحتلة. فبدأت الهجرة العكسية، وتشير وثائق رسمية من قبل الكيان الصهيوني تحديدا مركز الإحصاء الرسمي إلى ازدياد عدد أو نسب الهجرة العكسية إلى 5 أضعاف عما كانت عليه. هي كانت موجودة قبل طوفان الأقصى بسبب طبعا أعمال المقاومة الفلسطينية، لكن ازدادت إلى أكثر من 5 أضعاف ما بعد طوفان الأقصى. وأيضا ازدادت بشكل واضح وملفت بعد عمليتين قامت بهما الجمهورية الإسلامية، واحدة باسم الوعد الصادق رقم 1، والثانية أيضا باسم الوعد الصادق رقم 2. الأولى كانت ردا على استهداف قنصلية إيران في دمشق، والثانية طبعا ردا على استشهاد قائد حركة المقاومة الفلسطينية في طهران الحاج إسماعيل. عموما أقول بعد هاتين العمليتين أيضا ازداد الشعور لدى المستوطنين بأنه ما عاد هنالك أمان لهم كما يريدون. هم إنما هاجروا إلى فلسطين المحتلة بحثا عن الأمان وعن الثروة وعن المال، لكن هذا لا يستطيعون على الإطلاق أن يحصلوا عليه في ظل هذا الوضع الذي يزداد تفاقما. وأريد أيضا أن أشير إلى الطائرة المسيرة التي أرسلت إلى منزل النتنياهو في بيته الذي يقال أو هكذا يقولون بأن هذا البيت هو مثل المصيف يستخدمه في حالات معينة، ومع كل ذلك يأتي أحد جيرانه وهو عميد متقاعد في جيش الكيان الصهيوني وهو من أصدقاء نتنياهو، ويتحدث عن أن زوجته شاركت حتى في عملية الإسعاف أو ما يمكن أن نسميه بالإسعاف، لأنه لم يتضرر أحد في ذلك الوقت، لأن نتنياهو وزوجته لم يكونا موجودين في البيت. لكن هذا يؤكد بشكل لا يقبل الشك على الإطلاق أن بإمكان المقاومة سواء اللبنانية أو الفلسطينية أو حتى ما يتعلق الأمر باليمن، وحتى في الاتهام لإيران، يعني حتى إذا اتهموا إيران بينما حزب الله هو الذي تبنى هذه العملية. أقول كل ذلك يعني أنه وهؤلاء الذين حصلوا على معلومات دقيقة عن أهداف دقيقة خلال الفترة الماضية، الهدهد 1 والهدهد 2 وتذكروها جيدا، وهكذا دواليك، بإمكان هذا الأمر أيضا أن يتكرر في أي مكان من داخل الكيان الصهيوني وفي داخل الكيان الصهيوني، ما يعني أن هذا الأمان هو مفقود ليس فقط لرئيس وزراء الكيان بل لكل من يعيش في هذا الكيان، وهذا يشجع على الهجرة العكسية. في هذا الواقع يأتي التركيز وتحديدا من قبل وسائل إعلام عربية تحديدا على العداء لإيران، تشويه سمعة إيران، اختزال وتقليص الحرب، المعركة، الصراع
الذي هو صراع وجودي من أجل فلسطين بين دول في العالم ودول عربية والدول الإسلامية والعالم الحر الإنساني وهذا الكيان ومن يقف معه وخلفه من أجل فلسطين اختزاله بقضية صراع بين إيران وبين الكيان الصهيوني اللقيط. والآن يتحدثون في هذه القنوات الفضائية التي تمول كما أقول من قبل دول عربية محددة لديها علاقات وتواطؤ مع الكيان الصهيوني، يتحدثون عن مشروع إيران في مقابل مشروع هذا الكيان، ويريدون أن يعطوا انطباعا عن صدقية ما يقولون ومهنية ما يتحدثون عنه، فيقولون أين العرب من هذا المشروع؟ أين العرب؟ ما هو المشروع العربي المطلوب؟ هو مشروع التطبيع وتوسيع هذا التطبيع من اتفاق أو معاهدة أبراهام التي أخذت تتوسع إلى تحويل حتى ما حصل في كامب ديفيد عام 1978 بعد حرب السادس من أكتوبر المجيدة إلى تطبيع أوسع، وتحويل ما حصل في السابع من أكتوبر في فلسطين المحتلة في غلاف غزة تحديدا إلى تطبيع شامل كبير واسع بذريعة تعالوا نحل القضية الفلسطينية التي ما عادت قضية فلسطين، عادت قضية هذا الكيان، لحل مشكلة هذا الكيان وتوجيه البوصلة في العداء مع إيران. إنها مؤامرة كبيرة، لكن السنة المقبلة ستحدد مصير خارطة المنطقة تحديدا وما يسمى بالشرق الأوسط الجديد إذا تجاوز هذا الكيان سن السابعة، يعني دخل في سن السابعة والسبعين، وبالتالي ما يمكن أن ينتج عن ذلك من جرائم يمكن أن يقوم بها، ومن أيضا ردود أفعال من قبل المقاومة يمكن أن تقوم بها، وعلينا أن ننتظر. ابقوا معنا. هل تصبح القواعد الأمريكية أهدافا مباشرة في أي تصعيد مع إيران؟ سابقا كان الإعلام الذي يركز على تشويه صورة إيران يركز على هذا السؤال، أين إيران وأين إيران وأين الرد الإيراني؟ تذكرون منذ طوفان الأقصى ركزت وسائل إعلام عربية مع كل الأسف، عربية مع كل الأسف، تابعة لدول عربية مع الأسف، على إضعاف محور المقاومة والتشكيك بكل العمليات البطولية التي يقوم بها هذا المحور، وحاولت أيضا تفكيك العلاقة بين الجمهورية الإسلامية وبين باقي فصائل المحور. ومع كل الأسف يعني هي هذه تقريبا أقول مع دول بسيطة أخرى عربية أخرى مثل الجزائر مثل سوريا كل لها ظروفها، هي هذه يعني هذا المحور هو الوحيد الذي يقاوم الآن في معركة الوجود من أجل فلسطين. المعركة من أجل فلسطين أحبائي هي معركة وجود لكل الذين يؤمنون بهذا الخيار، وأيضا لكل الذين لا يؤمنون بهذا الخيار لكن يعيشون في دول عربية وضعها هذا الكيان في دائرة محور اللعنة، العراق تحديدا، لبنان، اليمن، سوريا أيضا، بل حتى في عقيدة يعني عقيدة ما سمي بنبوءة أشعياء، مصر التي وقعت اتفاقات كامب ديفيد، الأردن التي وقعت اتفاقات وادي عربة، منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت اتفاق أوسلو، وينها؟ مو في الخريطة التي أظهرها الكارثة هذه الخريطة قبل طوفان الأقصى، وركز عليها وكررها مرة ثانية النتن بعد طوفان الأقصى في سبتمبر من هذا العام، بس في سبتمبر من العام الماضي أظهر خريطة، وهذه الخريطة في الأمم المتحدة على رؤوس الأشهاد
ليس فيها مكان لشعب باسم الشعب الفلسطيني. وتجي أمريكا تسرب كما يقولون قبل أيام معلومات عن الأهداف التي يريد هذا الكيان ضربها في داخل إيران. يعني شنو؟ يعني إذا نجي على نفس الرواية السابقة التي كان يروج لها الإعلام العربي الرسمي الذي ينحاز، إيران باعت المقاومة، تذكرون؟ زين هسه مو الولايات المتحدة، ليش بيقولون الولايات المتحدة باعت الكيان؟ يعني سربت الأهداف التي يريد هذا الكيان ضربها في إيران. يعني جاي تقول للإيران دير بالكم ترى هذا الكيان عنده رغبات في ضرب هذا الهدف وذاك، هذا شو ما نسمعه. بعدين منذ عملية الوعد الصادق 2 ما ظلينا نسمع أين الكيان وأين الرد الإسرائيلي على إيران، ماكو. طيب حتى بعد استهداف منزل هذا النتن هم مع أنه هو حاول أن يلقي بتبعات ذلك على الجمهورية الإسلامية، دائما هذا الكيان يريد أن يقلل من شأن فصائل المقاومة، وطبعا يريد يظهر نفسه أنه هو يقاتل دولة مثل عظمى مثل إيران، هم حتى يحصل على المزيد من الدعم وأيضا للتقليل من شأن فصائل المقاومة. الأمريكي من يجي يسرب هاي المعلومات وهي معلومات لا تعيرها إيران أهمية على الإطلاق، يريد أن يقول هذا الأمريكي، واحدة من أهدافه طبعا في تسريب هذه، أنه إحنا مو راضين على ما يقوم به هذا الكيان الصهيوني فيما إذا قام بعمليات استهدفت الجمهورية الإسلامية. لكن الجمهورية الإسلامية تعرف جيدا أن هذا الكيان الصهيوني تقف خلفه الولايات المتحدة، أمريكا الشر، الشيطان الأكبر هي التي تقف خلف هذا الكيان، دول أوروبية تقف خلف هذا الكيان، الناتو دوله تقف ويقف هذا الحلف خلف هذا الكيان. هذا الكيان ينفذ إرادة الأمريكان بشكل خاص وإرادة الناتو وباقي الدول الغربية التي تحافظ على مصالحها كما تعتقد من خلال المحافظة على هذا الكيان. إيران تفهم جيدا وباقي فصائل المحور يفهمون جيدا أنهم يقاتلون الولايات المتحدة وكل هذه الدول، ولو بالنيابة ولو بالوكالة، بس الولايات المتحدة منخرطة عمليا بشكل واضح، التسليح، الذخيرة، النظام الدفاع، مو الآن نقلوا نظام دفاعي جديد ثاد إلى هذا الكيان، كلهم كل حتى في معارك غزة، معارك غزة تحديدا، وقد ثبت ذلك بشكل من قبل من فمك أودينك باعترافات الأمريكان أنفسهم كان يقودها الأمريكان خصوصا في الأيام الأولى، يقودها غرفة عمليات مشتركة يقودها الأمريكان في داخل هذا الكيان، وطبعا حتى في أماكن أخرى في المنطقة بقيادة الولايات المتحدة. لهذا الجمهورية الإسلامية حددت قواعد الولايات المتحدة أو قواعد أمريكية موجودة في المنطقة تحديدا كأهداف مباشرة في أي تصعيد يمكن أن تشهده المنطقة معها، يعني أن أي اعتداء يشنه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية يعني أن تقف أن الولايات المتحدة، طبعا دول عربية أخرى سأتحدث في المحور الثالث عن هذا الموضوع، هي تقف وتقدم الدعم لهذا الكيان الصهيوني. على سبيل المثال هنالك الجنرال فرانك ماكنزي، جنرال متقاعد من قوات بشات البحرية الأمريكية، قال في دراسة نشرها المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي في أيلول سبتمبر الماضي، طبعا سبتمبر الماضي من هذه السنة، يقول لقد تغيرت طبيعة التهديد في غرب آسيا بشكل كبير، يعني الشرق الأوسط، منذ إنشاء القواعد الأمريكية هناك قبل عدة عقود من الزمان، والتهديد الأساسي الآن أكثر من أي وقت مضى هو أن إيران تدرك
بأن مصالح الولايات المتحدة يجب أن تستهدف إذا كانت تريد أن تحافظ على نفسها هي إيران. فيقول أنه لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحيد نفسها في أي تصعيد يمكن أن تشهده المنطقة. وحددوا يعني حتى شرح هذا الرجل القواعد العسكرية، قال بأنها هدف أساس من أهداف الجمهورية الإسلامية، ويقول منذ إنشائها كانت القواعد الأمريكية في المنطقة مصممة في الأصل لمنع التعدي السوفيتي أيام الاتحاد السوفيتي المنهار على منطقة الخليج الغنية بالنفط خلال أواخر الحرب الباردة. وبعد سقوط نظام الشاه في إيران ونجاح الثورة الإيرانية في عام 79، ظلت القواعد الأمريكية تعتبر عناصر أساسية للدفاع عن المنطقة ضد السوفيات، هذا قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. لذلك حرص الأمريكيون حينها على تركيز توزع قواعدهم في غرب آسيا، يعني في الشرق الأوسط، بطريقة تخدم الهدف الأساس وهو مواجهة السوفيات. زين، انتهى الاتحاد السوفيتي، ايش راح يصير؟ بعد مرور الوقت وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد غزو العراق لاحقا تغيرت الأهداف، وبات الهدف الرئيس للقوات الأمريكية في المنطقة بحسب الوثائق الأمريكية الرسمية هو ردع إيران وحلفائها في غرب آسيا. مثلا تنص استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن، هذه وثيقة الصادرة عام 2022، على أنه في غرب آسيا، من نقول غرب آسيا يعني الشرق الأوسط من وجهة نظرهم، الأمريكان يسموه الشرق الأدنى، تعمل واشنطن على تعزيز الردع تجاه إيران، وستواصل الولايات المتحدة العمل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز قدراتهم على ردع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ومواجهتها. وبالتالي مع تغير العدو من الاتحاد السوفيتي البعيد جغرافياً عن إيران، يعني روسيا والدول الأخرى، إلى إيران القريبة، بات التفكير بأن القواعد العسكرية الأمريكية في غرب آسيا قد تكون هدفا لطهران، هاي دراستهم، في أي حرب مقبلة، في أي حرب مقبلة. وتجي تذكر هذه الدراسة أهم القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة، تذكرها بالتفصيل. وذاك اليوم شفتوا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال بأن احنا قواعدنا العسكرية باقية، كان الحديث عن تخفيض القوات في العراق، قال احنا نخفض القوات، لا بس ما ننسحب من المنطقة لأن قواعدنا وقواتنا موجودة لمواجهة إيران وحلفاء إيران، هو طبعا يسميهم أذرع إيران، والدفاع عن شنو؟ عن الكيان. يعني يقول مواجهة إيران إذا تريد تشن اعتداء على على الكيان، طيب إذا هو الكيان شن اعتداء على إيران فإذا هذه القوات موجودة بطريقة أو بأخرى، أما أن تكون تقدم الدعم اللوجستي أو لا، لا تكون منخرطة وفق ما القواعد الاشتباك الموجودة حاليا، وجود تفويضين من الكونغرس الأمريكي للرئيس الأمريكي باستخدام القوة العسكرية حتى مع إيران، وجود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة التي تتيح هكذا للولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عما يسمونه بالنظام الديمقراطي في العراق في وجه تهديدات مثل إيران، وجود القرار 598 الذي أوقف الحرب العراقية الإيرانية ولم يفضي إلى اتفاقية سلام، يعني الوضع قلق، وأيضا وجود قوات وقواعد أمريكية في العراق، فممكن تشن هذه عمليات ضد إيران وإيران بالتالي سترد. فعموما هذه الدراسة تركز على أن هذه القواعد العسكرية الأمريكية بعد ما تذكر تفاصيل عن القواعد ستكون هدفا للصواريخ والمسيرات الإيرانية، وتجيهم تشرح تفاصيل عن ماذا تملك إيران من صواريخ ومن مسيرات قادرة على استهداف القواعد العسكرية الإيرانية الأمريكية، بالإضافة إلى طبعا الهجمات السايبرية وغير ذلك، ما يعني أن المقبلة المنطقة مقبلة على تطورات خطيرة وتصعيد كبير، وهذا الأمر يستدعي العمل على طرد القوات الأمريكية من المنطقة خصوصا من العراق. ابقوا معنا.
دول مجلس التعاون الخليجي تؤيد رد الكياني على إيران، خلافا لكل ما يروج في وسائل الإعلام وحتى في اللقاءات الثنائية والاجتماعات التي حصلت مؤخرا بين وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقشي ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. طبعا لا أقصد كل دول مجلس التعاون الخليجي، الدول التي يمكن أن تكون منخرطة بشكل أو بآخر مع الكيان الصهيوني اللقيط في أي عمليات يمكن أن يشنها على إيران بذريعة الرد على طوفان الأقصى أو الرد على استهداف منزل النتن مؤخرا في قيسارية. أقول خلافا لكل ذلك، هنالك تأكيدات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الكيان الصهيوني نفسه أن دول الخليج هذه العربية طبعا تؤيد الرد الإسرائيلي على إيران، أصلا هو عنوان لقناة أمريكية تقول دول العربية الكذا تؤيد الرد على إيران. هذه القناة الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، نص القناة، حثت إسرائيل على توجيه ضربة حاسمة لإيران حتى مع استمرار طهران في جهودها للتواصل مع تلك الدول لتهدئة التوترات مع الكيان. طبعا النص فيه أيضا تدليس، لأن إيران تواصلت مع دول مجلس التعاون مو لتهدئة التوترات مع الكيان، شو علاقتها بهذا الكيان؟ لا، لتهدئة التوتر في المنطقة باعتبار أن إيران لا تريد حربا واسعة في المنطقة. إيران تدعم قضية شعب فلسطيني مظلوم وتدعم مقاومة تقاتل تناضل من أجل حقوقها. المقاومة رياكشن، رد فعل مو أكشن. هي من في فلسطين ايضا هي رد فعل على احتلال. في لبنان مسانده، وبعدين اجى الكيان هو وسع دائره العدوان. وايضا لانقاذ هذه الدول من ان تتورط وتصبح وقودا لحرب لديها فيها ناقه ولديها فيها جمل. مو ليس لديها فيها ناقة ولا جمل، بدليل هي التي تحرض دول في المنطقة، هي التي تحرض هذا الكيان على ضرب إيران، وهذه قناة أمريكية تنقل هذا النص تحرضه. هسه ما أريد أتحدث عن اغتيال الشهيد أبو إبراهيم في معركة بطولية ومن الذي باعه بحسب المتوافر من المعلومات، وكيف قبضت دولة عربية 15 مليار دولار من دولة عربية أخرى للإيقاع به بذريعة المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى. لكن المؤكد أن دول عربية، أنتوا لاحظتوا حتى بعد طوفان الأقصى طلعوا الأمريكان علنا يحشون، وطلع هذا صهر ترامب صهرة زار المملكة العربية السعودية وطلع علنا قال يقولون واصلوا، خلوا الكيان يواصل حتى ينهي المهمة. يواصل شنو؟ يواصل العدوان. ونقلت هذه القناة عن المصدر قوله أن دول الخليج العربية وجهت رسائل إلى الكيان تؤكد فيها ضرورة أن يكون ردها على إيران صارما وواضحا. يا هاي قناة الحرة، حتى بعد أنا ما أحب أن أجيب أسامي قنوات خاصة ناطقة بالعربية، بس هذا مصدر بعد، هذه قناة الحرة تنقل وراح تشوفون بالجرافيكس. وأضافت القناة أن إسرائيل تتلقى اتصالات وطلبات من دول خليجية لإعلامها مسبقا بالرد المتوقع حتى تتمكن من اتخاذ الاحتياطات في حال تعرضها لهجوم مضاد.
حتى يقولوا لهم خبرونا من تجون تضربون حتى ناخذ احتياطاتنا. ويجون يقولون للايرانيين والله احنا طلبنا من الامريكان انه يقولون لهذا الكيان احنا ما لنا علاقه بالموضوع ونعطي تطمينات، ويطلع عباس عراقچي يقول حصلنا على تطمينات. طبعا الايرانيين ما تعبر عليهم، هذا كلام دبلوماسي ويفهمون كل الزين، بحيث حتى نفس عراقچي قال احنا اي دوله تعلم هسه هذول يقولون يعلمونه، تعلم بالهجوم اللي طالنا ستكون ايضا محاسبه. طبعا مع ملاحظه ان السيد عباس عراقچي وعموم ايران حاولوا، والله اؤكد والله على ما اقول، ان ينقذوا ان يخلصوا هذه الدول من الورطه. لا تتورطون عمي، لا تتورطون مع ايران. نصيحه، والله نصيحه من القلب، ترى ايران ما تنسى، هو كل انسان ما ينسى الذين يتآمرون عليه، لكن ايران بالذات عندها مبدأ من زمان كان قد اعلنه الرئيس الايراني الراحل انذاك المرحوم هاشمي رفسنجاني، قالها بكل صراحه، قال اذا كان ولا بد تريدون تسقطون نظام الجمهوريه الاسلاميه فعلي وعلى اعدائي. ليش علي وعلى اعدائي؟ لانه لا يستطيع هذا الكيان او امريكا او اي دوله اخرى، حتى صدام حسين من شن الحرب على ايران، لا يستطيع اسقاط النظام او الهجوم على ايران بطريقه مؤذيه الا بدعم مباشر من دول اخرى. دعم لوجستي ودعم اخر، لوجستي يعني تعبر الطائرات او الصواريخ عبر الاجواء. تحديدا الطائرات. او استخدام مواقع استخباريه وهكذا دواليك وارضيه. صحيفه وول ستريت جورنال ابلغت او ذكرت ان ايران ابلغت جيرانها العرب الاقليميين انهم سيواجهون الرد اذا استخدمت اراضيهم أو مجالهم الجوي لشن هجمات أمريكية أو من الكيان على الجمهورية الإسلامية. هذا نص. طبعا هذا أيضا نقلا عن رويترز. وعموما أحبائي، فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، مع كل الأسف أقول بعضها في الوجه مراية وبالقفص اللاية، وبعضها لا يقول أنا مجبر، ما أجيب اسم دولة معينة. أبلغوا الإيرانيين قالوا لهم إحنا عندنا قواعد أمريكية على أرضنا، لكن إحنا ما نقبل يستخدمون هذه القواعد. دولتين بالأحرى أخبروا إيران، بس إحنا مو بإيدنا، لأنه هاي القواعد تستخدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفق هو هذا الاتفاق اللي حصل بيننا وبينهم، من يجيبون قواعدهم على أراضينا، فالاستخدام بأيديهم مو بإيدنا. بس هذا أيضا مو مبرر، هذا الإيرانيين هذا ما يخش بدماغهم، ما تجي والله صواريخ أو طائرات تستهدفني من قاعدتك، والله أنت ها مجبر ولا لا. هذا الأمر شوف هسه مثلا أكو قاعدة في الكويت الشقيقة التي نحبها ونحترمها، هي تقريبا المثخر أو المصدر الرئيسي لكل ما يتعلق بتعزيز القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا، وفي العراق وفي سوريا، من خلال منفذ إجريشان، هذا منفذ حدودي بين العراق البصرة والكويت. طيب نعم صحيح، أنا أؤيد أنه هؤلاء لا حول لهم ولا قوة، لكن بإمكانهم أن يقولوا الكويت طردت السفيرة الأمريكية هاي اللي عندنا هسه في بغداد موجودة، طردتها عندما تدخلت في شؤون داخلية كويتية وكانت تحضر الديوانيات وتتدخل في الانتخابات وفي كل شيء، طلبت من الإدارة الأمريكية يا ترى هاي تسبب لنا مشاكل بدلوها، لا لازم تطلب رسميا، ولازم ايضا في نفس الوقت
إيران هم تخبرها، وأنا أعتقد إيران أخبروهم بأنه نعم إذا أنتم الأمر ليس لكم، يعني ليس لكم حول ولا قوة، إحنا ما راح نستهدف أراضيكم، إحنا نستهدف القاعدة الأمريكية تبع الشعليك. لا تجي تحكي لي بعدين على السيادة، والله تستهدفتم قاعدة أمريكية على أراضينا، أو استخدمتم قاعدة أمريكية على أراضي دولة قطر مثلا. لا لا، هذا الأمر ما يعبر على الإيرانيين. لكن الأخطر في كل هذا الحديث هنا، ليش الكيان الصهيوني وليش الولايات المتحدة الأمريكية يسربون مثل هذه المعلومات؟ ليش؟ هذا معناه يريدون يستخدمون هذه الدول وقود، مو هاي همكن تفهموها. ليش يجون؟ انت تلاحظ في الكثير من الحالات الكيان الصهيوني هو الذي يعلن عن تعاون بينه وبين دول عربية معينة، خاصة السعودية، لمزيد من الإذلال وللتوريط. فأنت ما عندك خيار إلا أن تضع إيدك بإيد أخوك الإيراني، هذا إذا كانت هنالك لديك ذرة من الوطنية ومن الشهامة ومن الإسلامية. خلينا نقول باعتبار إيران دولة مسلمة وأنت مسلم، هسه ذرة واحدة، مو بس هم على مود إيران وعلى مود المسلمين وعشانهم، لا، عشانك أنت، لأن أنت ستكون وقودا في أي حرب إقليمية يكون طرفها الكيان والطرف الآخر تكون إيران، لأن أنت في المكان هسه بالغلط، لا بالصح، لا ليش تورط نفسك؟ لماذا هذا التوريط؟ وكرر مرة أخرى أن دول مجلس التعاون تؤيد الرد من قبل الكيان على إيران، بل تحث عليه وتطلب من هذا الكيان أن يضرب بقوة، بالرغم من أن تقارير سابقة من عدة منافذ إخبارية أفادت بأن هذا الكيان أكد للولايات المتحدة أنه سيمتنع عن استهداف البنية التحتية النووية أو الطاقة، بذريعة أن ذلك من وجهة نظر أمريكية يعتبر تدخلا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لأنه سيؤثر على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، وهذا ما سيعزز من إمكانية وفرص النتن في الفوز في الانتخابات المقبلة، وهو ما سنتحدث لكم عنه تفصيلا في حلقات قادمة. في أمان الله.